بعد 10 أيام بالظبط في لعبة إفس موبايل قدرت أبني تشكيلة بأوفر أول 89، وأنا شايف إن دي كبداية وفي ظل التحديث الجذري اللي حصل للعبة فدي تشكيلة كويسة أوي. فيلا بينا على الهيد تو هيد نجرب التشكيلة دي سوا، وزي ما أنتم شايفين أنا حاليا في أسطوري 3. ندخل إلى أرضية الميدان وهنا تشكيلة الخصم الأسطورية اللي بتيجي بأوفر 85، وهنا تشكيلتنا المتواضعة اللي بتيجي بأوفر 89. يبتدي الماتش وهجمة مرتدة لينا على طول بكرة ساديو ماني اللي يبعت سورو لوب والأروع لكيزا عشان ينفرد ويراوغ ويعدي ويبعت واحدة ارتو ويسجل اول اهداف اللقاء. بعدها على طول هجمة مرتدة مرة تانية من ماني لكيزا للمرة التانية عشان ينفرد قدام المرمى ويسجل الهدف التاني. دقايق وينتهي الشوط الاول، ولكن هنا تمريرة من جيرارد لكيزا عشان يبعت واحدة لولبية ولكن مش